السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا عايز أشكر قناة الزمالك على كل جملة وكل كلمة وكل حرف اتقال في حق النادي الإسماعيلي، وعايز أشكر كل إعلامي وقف جنب النادي الإسماعيلي وسنده في محنته، وكل واحد قال كلمة مش كويسة في حق النادي الإسماعيلي هنرد عليه إن شاء الله وبالتفصيل. وعايز أقول للأستاذ عبد الناصر زيدان إن باسم مرسي مضى للإسماعيلي براتب أو بعقد أقل من اللي كان معروض عليه. باسم مرسي كان جاياله عروض أقوى من النادي الإسماعيلي ماديًا، ولكن باسم مرسي اختار المانجا، اختار النادي الإسماعيلي عشان النادي الإسماعيلي بيعمل إعادة تشغيل للاعب، ضبط مصنع، عشان النادي الإسماعيلي ليه جمهور عظيم، جمهور كبير، عشان باسم مرسي عاوز يروح المنتخب. وكابتن صالح جمعة بيوعد نادي الإسماعيلي إن هو هينهي الموسم يكون من أفضل 3 لعيبة على مستوى الدوري المصري ده بداية، فدي شيء مبشر إن شاء الله بإذن الله. يا أستاذ عبد الناصر زيدان، الإسماعيلي ما بيجيبش مطاريد، الإسماعيلي ما بيجيبش مطاريد، الإسماعيلي فريق كبير، الإسماعيلي له كيان. إحنا هنرد عليك في الملعب، هنرد عليك بالأداء، هنرد عليك بالناس اللي جاية عايزة تثبت نفسها في النادي الإسماعيلي، جاية عايزة تحقق إنجازات مع النادي الإسماعيلي، ناس عايزة تثبت نفسها. إحنا مش جايبين لعيبة كسر، إحنا جايبين لعيبة موجودة ممكن تكون اتظلمت مع الأندية التانية، وممكن تكون هي ظلمت نفسها وجاية عشان ترجع مجدها وتاريخها من جديد. يا أستاذ عبد الناصر زيدان، الإسماعيلي كان كبير جدا، أول فريق مصري وعربي ياخد دوري أبطال إفريقيا، أول فريق مصري وعربي ياخد بطولة إفريقية، الإسماعيلي تاريخ وأمجاد، وهيفضل الإسماعيلي إن شاء الله بإذن الله وبفضل الله سبحانه وتعالى موجود، وهيرجع زي ما كان وهيرجع لمكانته. يا أستاذ عبد الناصر زيدان، ما تقللش من الدراويش، ما تقللش من جمهور الإسماعيلي، عيب عليك قوي تكون راجل مهني واعلامي وتقول الكلام اللي انت بتقوله. يا رب رسالتي توصل لك، ويا رب اشوف جمهور الاسماعيلي في مكان تاني. تحياتي لقناة الزمالك وجمهور الزمالك اللي بيشجع الاسماعيلي وبيدعمه. احنا بنحب الزمالك والزمالك بيحب الاسماعيلي، واللي متضايق من ده ما يتضايق. انت مش هتحكم عليا ولا تدخل في قلبي تحركه زي ما انت عايز، مش هتدخل في جوه مشاعري وهتحكمني ان انا احب مين واكره مين، واللي هيقول علينا كلمة حلوة هنردها له ان شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.